الو، السلام عليكم. اللي يطلع يدير لي السلام باش يبان لي. الو اكرام. وي سلام اكرام، الصوت مزيان. Alors, le son, il est bien. نتمنوا هذه المرة إن شاء الله الفيديو يخدم معنا. وكما قلنا غادي نشوفوا اليوم شرح ديال الصفقات العمومية لي مارشي بوبليك. نتمنى هاد المرة إن شاء الله ما يتقطعش لينا. يلا، أول حاجة بالنسبة لي مارشي بوبليك، عندنا ثلاثة الأنواع ديال لي مارشي. نوطيو معايا اللي رضي ليكم. دونك عندنا ثلاثة الأنواع ديال لي مارشي. كاين عندنا لي مارشي ديال لي طخافو، يعني ديال مثلا لي زونتربريز لي بغا يبنيو ديكزيكسيون وداكشي، هادوك تابعين لي مارشي ديال لي طخافو. كاين لي مارشي دو فورنيتور، مثلا شي بغينا ناتتو شي مثلا مدرسه بينا نجيبو لي زيموبيليي، هذيك داخله في المارشي ديال الفورنيتور. وكاين المارشي ديال السيرفيس. المارشي ديال السيرفيس مثلا لي بيرو ديتود، متر دوفراج. راه شفنا دابا المتدخلين فاش كيبغي يختار المتدخلين، راه كيختار لاركيتيكت، كيختار البيرو ديتود، كيختار البيرو دو كونترول، لابوراتوار، كاع دوك المتدخلين كاملين راه تيختارهم. دونك هنا الا كان مارشي ديال الدوله راه ما من حقوش يمشي يختار اي واحد بطريقه عشوائيه. هنا خص نديرو منافسه جميع المتدخلين. دونك هذيك المنافسه هي لا كونكورونس، فهي كدوز على بزاف ديال الانواع ديال لي مارشي. دونك هنا اول حاجه كان ميزو واش مارشي دو طرافو اولا مارشي دو فورنيتور اولا مارشي دو سيرفيس. دونك هادي لا بروميير دي شوز. ثاني حاجه عندنا بزاف ديال لي بروسيدور كيفاش كيدوزو لي مارشي. اش كتعني بروسيدور؟ يعني داك المارشي تاع الدوله. عندنا ناخذ ان اكزامبل، عندنا مثلا شي مدرسه بغينا نبنيوها ديال الدوله. دونك هنا كما قلنا اول واحد غادي نمشيو عنده هو لاركيتيكت. دونك لاركيتيكت كيفاش كيتختار؟ راه ما من حقيش انا كمؤسسه ديال الدوله نمشي نختار اي اركيتيكت بغيت. كيفاش كيتختار؟ يلا في نظركم تقدروا تكتبوا لي في الشات كيفاش كيتختار لاركيتيكت، كيفاش كنقدروا نختاروا لي زاركيتيكت شي مارشي ديال الدوله. ما من حقناش نمشيو عند فلان ولا فلان. دونك تنخصنا نديروا المنافسه. الوغ كيفاش كيتختار ان اركيتيكت؟ دونك لاركيتيكت كيدار له سكون ابيل لو كونكور. دونك لي زاركيتيكت كي نو ماشي بابيل دوفر اميمه، لي زاركيتيكت كيدار لهم سكون ابيل ان كونكور داركيتيكتور. داكوغ؟ دونك لا بروسيدور الاولى اون نوت، لا بروسيدور الاولى كونكور. خلاص لا بروسيدور الاولى هي لابيل دوفر. صراحه غير حيت بديت بالاركيتيكت غنهضر على الطريقه كيفاش كيتختار. دونك لاركيتيكت كيتختار باغ كونكور. دونك لا بروسيدور الاولانيه ديال باساسيون مارشي غادي نهضروا عليها هي الكونكور، اللي بها باش كيتختار لي زاركيتيكت. البيرو ديتود، البيرو دو كونترول وجميع المتدخلين في نظركم كيفاش كيتختاروا؟ فوالا كونكور، اغلبية تيكتبو كونكور. دونك تخي بيان. دونك بالنسبة لي زوطخ انترفونون اللي هو البيرو ديتود، البيرو دو كونترول، لونتربريز، جميع المتدخلين الاخرين في نظركم كيفاش كيتختاروا هادوك؟ شنو لا بروسيدور ديال المارشي؟ كيفاش كيتختاروا؟ Voilà, appel d'offres, très bien. Donc, les appels d'offres. Donc, les autres intervenants, كاملين تنديرولهم ce qu'on appelle un appel d'offres, يعني طلب عروض. وهذا هو الشائع في المغرب. هذه الطريقة الشائعة اللي كنعطيو بها جميع لي مارشي ديال الدولة هي les appels d'offres. Donc, هذه هي البازيك. L'appel sur عنده بزاف ديال الأسس ديالو، وفيه أنواع حتى هو. عندنا كاين
Voilà, appel d'offres, c'est ça. Donc, il y a بزاف ديال les appels d'offres qui sont ouverts, يعني مفتوح للعموم. فاش كنقولوا ouvert, يعني اي واحد يقدر يشارك فيه. فاش كنلونسي مثلا انا كمتر دوفراج شي مشروع بغيتو نخدمه, اي واحد الا كان اوفر اي واحد عنده الحق يجي يدفع له. وكاين النوع الثاني ديال لي زابيل دوفر اللي هما ريسترين, يعني ليميتي, ماشي اي واحد من حقه يجي يدفع فيه. هنا كنمشيو كنحددوا واحد لو نومبر ليميتي ديال لي زونتربريز اللي فيهم واحد لي كريتير معينين, فيهم واحد المواصفات معينه, هما اللي يقدروا يشاركوا في هذا لابيل دوفر ريسترين. وكاين ابيل دوفر افيك بري سيليكسيون. بري سيليكسيون بحال شكل لي كونكور فاش كدوزو حتى نتوما, كيدير بري سيليكسيون. دونك كنمشيو كندير واحد لا بري سيليكسيون لي زونتربريز اللي حنا بغينا. بوتيتر بغينا واحد النوع ديال لي زونتربريز معينه, او لا تكون كبيره عندها واحد الماتيريال معين, دونك كنديرو لا بري سيليكسيون, عاد كتقدر تشارك في لي زابيل دوفر. دونك هادو هما الانواع ديال لي زابيل دوفر, نعاودوهم. قلنا ابيل دوفر اوفير, يعني مفتوح للجميع. تو كونكورون بو اوبتينير لو دوسي, يعني اي واحد في المتنافسين يقدر ياخذ الدوسي. كاين ابيل دوفر ريسترين, يعني فقط لي زوفر كي تعطاو فقط لواحد لي كونكورون لي لو ميتر دوفراج ا ديسيدي دو كونسولتي, يعني واحد العدد معين, واقل عدد هو ثلاثه, يعني خصو لو مينيموم يدير اون موان واحد ثلاثه, يعني ما محقوش يمشي غير لواحد ولا جوج, حتى في الريسترين على الاقل ثلاثه. وعاد لابيل دوفر افيك بري سيليكسيون. هنا لو ميتر دوفراج بيان سور ما تيمشيش يختار ريسترين ولا افيك بري سيليكسيون, الاصل هو يكون اوفير. يعني الا داز الريسترين ولا افيك بري سيليكسيون خصو يدير واحد السيرتيفيكا اللي كيشرح فيها لي غيزون ديال لو شوا ديال هاد البروسيدور, يعني علاش اختار هاد البروسيدور هادي. دونك مرزو ياسر كتقول ابل دوفر, علاش درتي لي بوين دانتيروغاسيون ياسر؟ وي سي لابيل دوفر, وعلاش كنهضروا. دونك لابيل دوفر هو هذا هو الشائع في المغرب, هو اللي كنختاروا به اغلب ديال الشركات اللي غادي تخدم معاهم, اللي غيخدم معاهم لو ماتر دوفراج. دابا غندوزو لي موداليتي ديال ولي برينسيپ ديال هاد لابيل دوفر. اش كنعنيو بموداليتي وبرينسيپ؟ يعني شنو هما الاسس اللي كيقوم عليهم هاد لابيل دوفر, هاد طلب العروض؟ دونك اول حاجه سي ان ابيل على لا كونكورونس, يعني حنا هنايا خص تكون واحد المنافسه شريفه ما بين الناس كاملين, يعني من حق اي واحد يجي يشارك في هاد لابيل دوفر. وباش باش كنحققوا هاد لابيل على لا كونكورونس, فحنا لابيل دوفر فاش كنديروه فهو كيتحط في لي جورنو, جورنالات, كيتحط في البورتاي ديال البورتاي ديال لي مارشي بوبليك. راه واحد لو سيت ديال لي مارشي بوبليك دخلوا ليه من بعد فاش تقاد اللايف, سيروا ديروا بورتاي مارشي بوبليك وماروك وراه غيطلع لكم. دونك هذاك تيتحط فيه حتى هو لي زابيل دوفر. كنقدروا نحطوهم في لي سيت ويب ديالنا كماتر دوفراج. دونك هنا باش اي واحد يقدر يشوف هذاك لابيل دوفر, لان هنا بحال كونكور كيما قلت لكم, الا بغيتي دوز انت مثلا امتحان شي كونكور ديال الخدمه, فهنا داك الكونكور تيتلونصا بواحد الشكل عمومي للجميع, كل واحد عنده الحق يجي يدفع لذاك الكونكور. نفس الشيء بالنسبه للبروجيات الدوله, حتى هما اي واحد راه عنده الحق يجي ويشارك لينا في بروجيات الدوله. كما قلنا هنا كاين اختلافات فقط على حسب شمن انترفونون بغينا نختارو, على حسب نوعيه المشروع. كاين مشاريع اللي كنضطروا نديروها ريسترين ولا افيك بري سيليكسيون الصعوبه ديالها, اولا كتطلب واحد التكنيك كبيره. دونك الموداليتي الاولى قلنا هي ابيل على كونكورونس, يعني كيخص واحد يتحط في واحد لي جورنو, يتحط في لي بورتاي بوبليك ايتترا. الحاجه الثانيه هو لو في سيونس بوبليك. شنو هما لي بلي الشركات فاش كيجيو يشاركوا في لابيل دوفر؟ هنايا فاش كنبغيو نختارو ضروري كدير واحد لا ريونيون, واحد الاجتماع اللي كيتراسو لو ميتر دوفراج, وكيكونوا فيه الممثلين ديال الشركات, كيكونوا فيه الناس اللي في التكنيك, يعني الناس اللي مكلفين بالبروجي, اللي فاهمين البروجي مزيان, وكيكونوا بعض المرات
كتكون بعض المرات داكور ديال المملكه باش كتكون الشفافيه في الاختيار ديال الشركه اللي غادي تربح المشروع. في هذا الاجتماع هذا كدار لوفيرتور دي بلي، يعني كنحلوا لي دوسي اللي عطاو لينا الشركات. تبعين معايا ياك؟ واش كتسمعوا مزيان؟ لو سون اسكي لي بيان؟ واش متبعين؟ داكور داكور تسمعوا مزيان. اوكي داكور سا مارش. دونك هنا وصلنا للاجتماع اللي تيدار باش كيجيبوا لنا الشركات لي دوسي ديالهم. كيدار واحد الاجتماع، اول حاجه هذوك الشركات دابا مثلا قلنا واحد المدرسه الدوله بغات بغات شنو قلتي ياسر؟ نو كنت ديجا كتبتها لا كيسيون دو. داكور داكور سا مارش. دونك هنا الشركات اللي كيبغيو يشاركوا في لابيل دوفر، دونك نرجعوا ليكزامبل ديالنا دابا مثلا واحد المدرسه بغات تبنى، لاركيتيكت قلنا غير تختار بكونكور. دونك فاش كنقولوا كونكور كل واحد كيدير لو ديسان وكيدير لا ماكيت وكيجي وكتتاكسبوزا على حسب على اون كوميسيون، وكنشوفوا شكون لو ميور في لي اركيتيكت كيختار لو ميور ماشي لو موان ديزون، كيختار لو ميور يعني احسن بروجي، لانهم ما كننافسوهمش على الثمن، كننافسوهم على الجماليه. دونك هذا بالنسبه لاركيتيكت. بالنسبه لي بيرو دي تو لي بيرو دو كونترول لي زونتربريز قلنا ابل دوفر. دونك لابيل دوفر اول حاجه كيتلونصا في لي جورنو، دونك الماتر دوفراج بغى يبني مشروع غيلونسيها في الجورنال وغيلونسيها في بورتاي بوبليك. من بعد الشركات غيشوفوها تلونسات غيبي يشاركوا، مثلا انت شركه ولا بيرو دي ستود بغيتي تخدم في داك المشروع غادي تمشي تاخذ الدوسي من عند لو ماتر دوفراج، غادي تاخذ لو دوسي ديالك غادي تتعرف على لو بروجي وغادي خصك توجد لي دوسي باش غادي تدفع. دونك شنو هما لي دوسي اللي كيتوجدوا؟ كيتوجدوا ثلاثه ديال لي دوسي، دونك 3 دوسي. شكون اللي عارفهم فيكم؟ شكون اللي يقدر يقول لنا شنو هما لي دوسي اللي خصك ولا البيرو ديتود اللي غيشارك في لابيل دوفر المهم لوغانيزم شنو هما لي دوسي اللي خص يوجد لينا؟ كاينين 3 دوسي تقدروا تكتبوهم ليا نشوف واش عرفتوا هاد لي دوسي اللي خص اي شركه بغات تشارك في لابيل دوفر توجدهم. الو والو حتى شي واحد فيكم ما عارف شنو هما لي دوسي؟ اول دوسي كتوجد الشركه اللي هو كاينين 3 دوسي كيتوجدوا، دوسي ادمينستراتيف هكا واحد الملف اداري. هاد لو دوسي ادمينستراتيف غادي نشوفوا شنو كاين فيه. ياسين سالمي دوسي فينانسي تكنيك داكور تري بيان. دونك الدوسي الاولاني ادمينستراتيف يعني دوسي الملف الاداري، الدوسي الثاني ملف التقني دوسي تكنيك، الملف الثالث هو لو دوسي فينانسي. دابا نشوفوا كل دوسي في هادو اشنو خص توجد فيه الشركه اللي غتدفع لابيل دوفر. دوسي ادمينستراتيف اللي هو الملف الاداري خص دير لينا لا ديكلاراسيون سور لونور، نجي واحد لا ديكلاراسيون بانها كتلتزم بها انها قادره انها تنفذ هذاك المشروع، وكيكون فيه لو ريسيبيسي ديال لو كوستيونمون بروفيزوار. شنو هو لو كوستيونمون بروفيزوار؟ فوالا اميمات تري بيان. دوسي تكنيك ادمينستراتيف سي سا. كتوجد قلنا اوسي ان ريسيبيسي دو كوستيونمون بروفيزوار. شنو هو هذا الكوستيونمون بروفيزوار؟ الشركه هنا اللي ناويه تشارك في المشروع كيحط واحد القدر مالي اللي هو كتحد كيحددو المتر دو فوا بيان سور في لابيل دوفر تيحددو، كتحط واحد القدر مالي في البنكه كتبلوكيه على اساس هذا الكوستيونمون بروفيزوار لاش لايق.
هذا بحال كي اونجاجيو الناس اللي غيشاركوا في هذاك لابيل دوفر، باش مش اي واحد بغى يتفلى غيجي يدفع لينا بلابيل دوفر وصافي، ورقه ما هموش انه يشارك في المشروع. دونك هذا الكوستيونمون بروفيزوار كيبين بان هذاك السيد اللي بغى يشارك راه جاي ومعول يخدم ان شاء الله البروجي، وكتبين حسن النيه ديالو انه باغي يخدم البروجي. دونك سي اون غارونتي غارونتي للمتر دوفراج. دونك هاد لو ريسيبيسي ديال الكوستيونمون بروفيزوار حتى هو تيكون داخل في لو دوسي ادمنستراتيف. حنا دابا دائما في الدوسي الاولاني اللي هو دوسي ادمنستراتيف، تبعوا معايا عفاكم لي لين باش ما يمشي لكم حتى شي خيط. كيعطي لي زاتيستاسيون د لا سي ان اس اس، يعني لا كيس ناسيونال ديال لا روتريت، يعني بانه راه ديكلاري الناس لي اون ريغل با سيتوياسيون ديالو اي لي ريغولي، كيجي بلاتيستاسيون د لا سي ان اس اس. كيكون فيه aussi un certificat d'immatriculation au registre commerce، انو ديكلاري في الريجستر كوميرس، يعني عنده واحد النمره في اي واحد دار مشروع راه تيعرف هذه القضيه كيخص يكون عنده لو نيميرو في الريجستر كوميرس. دونك لو دوسي ادمنستراتيف بلوز او موا تيكونوا فيه هادو هما الاسس ديالو، هادو هما المكونات ديالو. هذا لو دوسي الاولاني اللي خص توجد الشركه باش تدفع لابيل دوفر. الدوسي الثاني هو لو دوسي تكنيك، يعني الملف التقني. هذا الملف التقني شنو خص يكون فيه؟ كتكون فيه اون نوت اللي فيها لي مويان هومان و تكنيك، تيديروا فيها شنو هما لي مويان اللي عنده، شحال لي تكنيسيان عنده، التقنيين شحال لي مهندسين، وشنو هما لي مويان، الالات اللي عنده، مثلا عنده اون بيل، كاع الالات اللي عنده كيكتبهم. ولي ريفيرونس تكنيك، لي ريفيرونس تكنيك شنو هما، شنو هما المشاريع اللي كنخدم هاد لونتربريز ولا هاد البيرو ولا بحال سي في. مثلا انت دابا بغيتي تدفع لشي مؤسسه كتدفع السي في ديالك. دونك السي في اش كيكون فيه؟ تيكون فيه الخبرات اللي عندك، ستاجات اللي دوزتي، الخدمه اللي دوزتي. لونتربريز كذلك اللي بغات تشارك في ابل دوفر فهي كدير واحد لا نوت اللي فيها لي ريفيرونس تكنيك ديال، يعني البروجيات اللي خدمات قبل وكيفاش خرجاتهم وشنو هما الخبرات اللي عندها، وسورتو الخبرات اللي ملائمه للمشروع اللي غتدفع فيه. دونك هادو هما الدوسي الاولاني ادمنستراتيف، والدوسي الثاني التكنيك. دابا بقى لينا الدوسي فينانسيير ولا لوفر فينانسيير، هذا شحال غتعمر لينا المشروع، وهذا هو اهم اوفر اللي هو في الاخر باش كتختار ولا ما كتختارش. هذا كيكون فيه اناك دونغاجمون، وكيكون فيه لو بوردورو دو بري. بوردورو دو بري بيان سور درا تتعرفوه، الميترور هذا هو اللي كيكون صوب لينا. الميترور كيمشي كدار لي كونتيتي، كيتحسبوا لي كونتيتي اللي غيداروا في المشروع، وكدار ليتود دو بري. دونك لونتربريز خصها دير ليتود دو بري باش كتحدد بشحال غيتقام عليها المشروع بواحد الدقه، وكتعمر لو بوردورو ديالها، وكتبين لينا بشحال غادي تعمر هذاك المشروع. هادو هما لي 3 دوسي اللي كيكونوا في اي ابل اون موا داكور. بعض المرات كتزاد المتر دوراج كيقدر يطلب شي حاجه دو بلوس. دونك هادو هما لا باز. كاع لي كونكورون اللي غيشاركوا في لابيل دوفر تيوجدوا هاد لي دوسي، تيمشيو كيديبوزيو في لي بيرو ديال لو متر دوفراج. من بعد كتحدد واحد النهار اللي غيدار فيه واحد الاجتماع باش غادي نشوفو شكون الشركه اللي غادي تربح المشروع. هذاك لا سيونس هي اللي كتسمى لا سيونس دوفيرتور دو بلي. هاد لا سيونس هادي كتكون بيان سور اون كوميسيون دابيل دوفر، واحد اللجنه هي اللي غادي دير الدراسه ديال هاد لي دوسي كاملين ديال الشركات باش تشوف شكون الشركه اللي من حقها تاخذ هاد المشروع. لا كوميسيون مناش كتكون، قلنا كتكون ان ريبريزونطون ديال الماتر دوفراج، ممثل شي واحد من الممثلين ديال الماتر دوفراج. كيكونوا دو زوتر ريبريزونطون من الماتر دوفراج اللي هما في التكنيك، يقدر يكون مثلا لاركيتيكت و البيرو ديتود ديال البروجي الا كانوا بغا يختاروا لونتربريز، او لهنا الا غيتختار البيرو ديتود، ولا راه تيكونوا المهم الناس اللي متكلفين بداك المشروع، اللي فاهمين المشروع. كما قلت لكم قبل كيكون ان ريبريزونطون دو لا تريزوري جينيرال ديال لو رويون،
كيكون اوسي ان ريبريزونطون ديال المينيستير شارجي ديال الفينانس، هذا كيكون واحد الممثل ديال الوزير ديال الماليه. هذه امتى؟ في حاله كان المشروع كبير بزاف، فايت واحد 50 مليون ديال الدرهم، في هذه الحاله ضروري يكون هذا الممثل ديال الوزير ديال الماليه. دونك هذه هي لا كوميسيون، هذه هي اللجنه اللي غادي تدرس هذا الدواسي هذا. دونك كتكون هذه اللجنه كيبداو يحلوا دوسي بدوسي، الدوسي الاولاني ادمنستراتيف هو الاول باش كنحيدوا كنكارطيو الشركات اللي عندهم شي خلل، مثلا شي وحده ما عندهاش لاتيستاسيون دلا سي ان اس اس ما مديكلارياش الناس، اولا شي وحده ما عطات ليناش لا ديكلاراسيون سور لونور، ولا المهم ناقصها شي حاجه في الدوسي كتحيد، كنخليو غير الناس اللي اون ريغل. من بعد كندوزو كمحل كنبقاو غاديين وكننقيو غاديين وكنختاروا باش في الاخر كيبقى لو فينونسي هو اللي كيحدد. دوزو نشوفو لو دوسي تكنيك حتى هو كنشوفو شكون اللي عنده لو بلو فور كيتعطى هنا نقاط، كيتعطى تنقيط. وفي الاخر ديال الحاجه كندوزو لو فينونسي، يعني شكون لو موان ديزون. هنا غادي كاين الاختلاف ما بين واش مارشي طرافو وما بين مارشي ديتود. سلام احمد. دونك مارشي ديال طرافو ومارشي ديتود. دونك الا كان مارشي ديال طرافو فلوفر فينانسيير اللي كتاخذ المشروع هي لا موان ديزونت اللي اقل ثمن واللي كيربح المشروع. وإلا كانت مارشي ديال ليتود هنا كتكون اون نوت تكنيكو فينانسيير، يعني تتعطاو نقط على هاد الدواسه، لان هنا ما يمكنناش نعتمدوا غير على الثمن، خصنا ثاني حتى لو بيغو مثلا اللي غيخدم لينا مزيان ولا يعطينا الخدمه مقاده. دونك هنا تتعطى واحد النقط على هذاك لو دوسي تكنيك حتى هو تيكون منقط مع لو دوسي فينانسي، واللي ربح هو اللي كتكون عنده لا نوت الكبيره فيهم بجوج، ماشي غير في الثمن اللي عمر لينا. هي حتى في لي طرافو حاليا صراحه ولاو تيقولوا لو ميو ديزون يعني لو ميور، ولكن في ارض الواقع راه مازال كنختاروا لو موان ديزون يعني اللي عطانا اقل ثمن. دونك هنايا يفوا تحلوا لي بلي، الشركه اللي عطاتنا لو ميور اوفر كتسمى لونتربريز اديوكاتور دو مارشي، هي اللي ربحات لو مارشي داكا. دونك هذيك الشركه من بعد كتكمل لا بروسيدور وهي اللي غادي تخدم لو مارشي، كو سا سوا كانت بيرو ديتود ولا توبوغراف ولا كاع هادوك اللي غيتختاروا بلا فايل دوفر، كو سا سوا كانت entreprise d'exécution يعني marché de travaux. تال هنا مزيان غادي مزيان تبعين وي عيديا يلتحق مع الطل شي شويه ما غاديش يشد معنا لو ريتم. وي مزيان ياك داكو. دونك هذا بالنسبه لابيل دوفر لونتربريز اللي ربحات. اش هنا شنو غادي دير؟ هنا داك لا كوسيون بروفيزوار اللي هضرنا عليها، داك لو بورسونتاج اللي كيكون حددو لو ميتر دوفراج ديال الفلوس اللي غيكون كاكوسيون بروفيزوار، هنا كتولي سميتها كوسيون ديفينيتيف، كتحولها لكوسيون ديفينيتيف واللي حتى هي كتكون فيها واحد لو بورسونتاج معين تقريبا واحد 7% من المارشي، كتحطها ككوسيون ديفينيتيف. الهدف من هذيك لا كوسيون ديفينيتيف شنو هو في نظركم؟ كوسيون بروفيزوار قلنا باش كيتاكد لو ميتر دوفراج بان الشركه اللي مشاركه راها سيريوز وراها باغا تخدم لو بروجي. لا كوسيون ديفينيتيف شنو الهدف منها في نظركم؟ وي لماذا كل شيء مزيان داكو. دونك كوسيونمون ديفينيتيف لاش كيلق؟ دونك هنا كاينين 3 كوسيون، ثلاثة ديال لي كارونتي تيطلبهم المتر دوفراج. كوسيونمون بروفيزوار
اللي هو الاول كتحطوا لونتربريز في الاول فاش الله كتبغي تشارك في لابيل دوفر كي خصها تحط كوسيونمون بروفيزوار كاين الكوسيونمون ديفينيتيف اون فوا ربحات لابيل دوفر دوك اللي ما ربحوش كيرجع لهم بيان سور داك كي ديبلوكا لهم دوك الفلوس كياخذوا فلوسهم اللي ربحات هذاك الكوسيونمون بروفيزوار كيتغيروا بالكوسيونمون ديفينيتيف فوالا سي اون غارونتي ولكن ديالاش غارونتي ديالاش كتقولوا غارونتي وي وفيك بارك ياسير شكرا لا غارونتي ديالاش دونك هذيك سي اون غارونتي لو ميتر دوفراج دو لا بون فان دو ليكزيكسيون دو مارشي يعني بان الشركه غادي تكمل المشروع حتى الاخر تبقى كضمانه عند الميتر دوفراج انا تقدر الشركه في وسط البروجي ما تكملش ديال البروجي توقف ولا يوقع شي مشكل دونك هنا كتكون عندي واحد الضمانه ماليه اكوتي اللي الميتر دوفراج كيقدر يعتمد عليها بحال هاد الحالات هادي كتخلي حتى لونتربريز تكون بحال مزيره انها خاصها تكمل المشروع ديالها دونك هادي بالنسبه للكوسيونمون ديفينيتيف يعني داك الكوسيونمون بروفيزوار اللي كان كيولي ديفينيتيف وهنا كتبدا المشروع ديالها هادي بلي فاز اللي شفنا في الفيديوهات السابقه لو سويفي دي طرافو جوسكا لا فان فوالا عمر سي سا تري بيان سي سا فوالا دونك سي اون غارونتي جوسكا لا فان سي سا دونك هذا هو لو كوسيونمون ديفينيتيف كاين واحد واحد لا غارونتي وحده اخرى كاين ثلاثه ديال لي غارونتي يقلو عليهم كاين كوسيونمون بروفيزوار كيتدفع في لابيل دوفر وكاين كوسيونمون ديفينيتيف اون فوا ربحنا لابيل دوفر ou qui est ce qu'on appelle caution retenue de garantie. Il y a la hadith qui dit qu'il y a caution retenue de garantie. Hadith qui est de fait, tout ça s'allie les travaux, après les travaux. Parce qu'il s'allie l'entreprise les travaux, qui s'attend à de la caution hadith. Je m'en d'accord. علاش لا كوسيون روتوني دو غارونتي شنو الفائده منها في نظركم دونك هادي كتعطى اون اني ابري لا ريسبسيون بروفيزوار دو مارشي اون فوا كي سالي المشروع لونتربريز مثلا بنات سالات المشروع كنديروا معها ريسبسيون بروفيزوار موراها بعام كدير لا ريسبسيون ديفينيتيف هاد لا كوسيون اللي كدار مورا لي طرافو كونفورميتي دي طرافو تري بيان سي سا عمر بوحسيني لا كونفورميتي دي طرافو سي سا دونك هنايا خاص هذيك الخدمه اللي دارت لينا لونتربريز سي اون غارونتي على ديك الخدمه باش لو وقع لينا شي مشكل من صافي سالات لي طرافو ولكن من مورا هذاك الشيء درنا معاه لا ريسبسيون بروفيزوار لقينا شي مشكل مثلا لقينا لا تيغاس كلها كتكولي بالماء لقينا تشققات لقينا شي بروبليم عندنا في لوفراج ديالنا دونك هنا شنو غنديروا دونك سي سا هاد لا غارونتي هذا هو الدور ديالها سي اون غارونتي كتكون اون اني من مورا لا ريسبسيون بروفيزوار باش كتعطينا هذاك لا غارونتي في ديك العام هذيك لو وقعت شي مشكل راه عندنا باش نصلحو ما وقع حتى شي حاجه ودازت العام حنا كنليبيرو لونتربريز كنديرو معها لا ريسبسيون ديفينيتيف وكتليبيرا لونتربريز عاد لي روتوني دو غارونتي ديالها وي ياسر شنو المشكل ياسر دونك مفهوم حتى لهنا ياك دوريان عمر نتمنى تكونوا مستفدين معايا لان لي مارشي سورتو بيبليك شي حاجه مهمه بزاف وبزاف لي تكنيسيان ما تيكونوش عندهم معلومات في هاد لي مارشي ولا حتى لي وحتى الناس اللي خدامين ميم راه كتلقاهم عندهم معلومات قليله في هادشي لي مارشي الوغ كو راه سي اون بارتي اللي هي مهمه واللي خصنا نعرفوها ونضبطوها غالبا الناس كيمشيو كيخدموا في التكنيك بزاف
كيقولوا صافي هذا الشيء ماشي ديالي، ولكن راه تقدر واحد النهار حليتي لونتربريز ديالك غادي خصك تفهم في هذا الشيء مزيان، تقدر تكون خدمتي مع الماتر دوفراج خصك تكون فاهم هذا الشيء مزيان، دونك شي حاجه اللي خصك تكون معروفه ومفهومه، ماشي شي حاجه اللي صعيبه دايور. دونك انا كنصحكم تمشي تقراو لو ديكري ديال غولاتيف مارشي بوبليك، راه كاين تيليشارجابل في الانترنيت، دونك خصكم تقراو كبير شي شويه، ولكن خصنا نتعرفوا على البنود اللي كاينين. دونك هذا لو ديكري هذا راه هو باغمي لي دوكيومون اللي كاينين في المارشي، هذا لو ديكري هو اللي معتمدين عليه في المغرب، وكاين واحد لو دوكيومون اخر اللي هو سي سي ا جي تي. اش كيتعني سي سي ا جي تي؟ هادو لي دوكيومون اللي معتمدين عليهم في المارشيات في المغرب. كاين لو ديكري غولاتيف او مارشي بوبليك اللي هو قانون الصفقات في المغرب، فيه البنود كيهضر على انواع المارشي شنو هما، شنو نشوفوه. وكاين سي سي ا جي تي. شنو هو سي سي ا جي تي؟ شكون يقدر يقول لي؟ كتبوها لي في الشات نشوف واش عرفتوه. سي سي ا جي كيكون تيغي تي، وكاين سي سي ا جي امو، هادو حتى هما دي دوكيومون ديال لي مارشي اللي كنخدموا بهم. داكور ان شاء الله اون فا ايساي دو لونجيستري. واخا اكرم غادي نسجلوا ان شاء الله. واش كيتقطع لكم كاملين اللايف؟ هاجر عاد لتحقتي، قربنا نساليو. واش كيتقطع لكم اللايف كاملين ولا صافا مزيان مسموع؟ كيي دي كلوز عمر بوحسين، كيي دو كلوز ماشي كلو، كيي دي كلوز ادمنستراتيف جينيرال. تري بيان، دونك كاين دي كلوز ادمنستراتيف جينيرال سي سا. تري بيان، سي سي ا جي سي كيي دي كلوز ادمنستراتيف جينيرال، وزيد عليه تي كاين ديال لي طرافو و ايمو ديال لي زيتود اي ديال لي ميتريز دوفر. فوالا سي سا، كلكم تتكتبوها. دونك كاين دي كلوز ادمنستراتيف جينيرال ماشي تكنيك، لا كاين دي كلوز ادمنستراتيف ديك تي ديال طرافو، يعني كاين ديال طرافو الا كنا مثلا اونتربريز ولا راه غادي نخدموا بسي سي ا جي تي، الا كنا بيرو ديتود ما غنخدمش بالتي، غنخدم بسي سي ا ايمو. هذا في ايتود اي ميتريز، ديك ايمو اش كتعني؟ ايتود اي ميتريز دوفر، يعني كاع الناس اللي غيديروا لنا ليتود اولا الميتريز دوفراج، مثلا داك ميتريز دوفراج ديليغي اللي هضرت لكم عليها في الفيديوهات، الام او دي ولا لاسيستونس او ميتر دوفراج، هادو غيكون البنود اللي في هاد سي سي ا جي ام. سي سي ا جي كي دي كلوز ادمنستراتيف جينيرال، سي سا سي سا فوالا. دونك كيما قلت لكم كاين سي سي ا جي تي ديال طرافو تيغي تي، راه الا درتو في الانترنيت سي سي ا جي تيغي تي غتعطي لك ديك تي ماشي هي التكنيك مي طرافو، يعني كنميزو ما بين كما قلت لكم في الاول الناس اللي الله لتحقوا، كاينين ثلاثه ديال الانواع ديال المارشيات، كاين مارشي دو طرافو، كاين مارشي دو فورنيتور، كاين مارشي دو سيرفيس. مارشي دو طرافو مثلا لونتربريز، هذه الا كانت شي اونتربريز اللي غادي لابيل دوفر باش نختاروا لونتربريز، فهنا كنلتزموا بلي مارشي دو طرافو، دونك غادي نخدموا بالسي سي ا جي تي. الا كنا في المارشي ديال السيرفيس، فهنا غنخدموا بالسي سي ا جي ايمو، يعني ديال ايتود اي ميتريز دوفر. سا مارش. دونك هادو هما لي كيي، هاد الكيي دي كلوز شنو فيهم؟ فيهم البنود المنظمه الاداريه كامله ديال 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 البروجي، في كيهضروا نيت على هاد لي كوستيون اللي هضرنا عليهم دابا، هاد لي كوستيون دو غارونتي و ديفينيتيف بروفيزوار و لي روتوني دو غارونتي، كيهضروا على مثلا المشاكل اللي غيقدروا يوقعوا، مثلا شي غوطار ريفي، كتعرفوا شنو هي الريفيزيون دو بري؟ ياك لي ريفيزيون دو بري شنو هما؟ هي فاش واحد الشركه كتكون خدامه عمرات في الاول بيطون بواحد الثمن، من بعد تغيروا لينا الاثمنه في السوق، فهنا شنو غنديروا مع هذيك الشركه؟ دونك هنا ضروري كدير سكون ابي لا ريفيزيون دو بري. داكور، دونك لا ريفيزيون دو بري انت تدار الا كان لا دوغي ديال المارشي فيه تاع عام، قل من عام ما تنديروهاش، دونك الا فيه تاع عام تنديروا لا ريفيزيون. فوالا، دونك كونتيدا لي بري دو ماتيريو سو فاري، سي سا، فاش كيتغيرو
matériaux ضروري تنديرو لا ريفيزيون دي بري دونك هاد البنود اللي متعلقين بلا ريفيزيون دو بري كاينين في داك سي سي ار جي دونك جميع الاشياء المنظمه ديال لو مارشي تو سكي ادمنستراتيف راه كاينه في داك الكتاب دونك هادي دعوه لكم انكم تمشيو تيليشارجيو هاد السي سي ار جي تيليشارجيو لي ديكري دونك ضروري هاد لي تخوا دوكيمون سي سي ار جي تي ديال لي طرافو سي سي ار جي ايمو ولو ديكري ديال لي مارشي بوبليك خصكم تيليشارجيوهم تقراوهم نرضي لكم سينو ما غاديش تفهموا مزيان هادشي دونك هادشي تنعطيكم انا راه لمحات ولكن راه لي ديتاي راه كاينين في هاد الكتوبه هادو هاد لي كي دونك شونجمون دي بري دي ماتيريو سي سا فوالا بلوس دون اني سي سا تري بيان دونك هادي بالنسبه لا ريفيزيون دو بري دونك كيما قلنا سالينا دابا مع لي غارونتي شفنا الكوسيون بروفيزوار ديفينيتيف لو روتوني دو غارونتي دابا لونتربريز اللي لا ندوزو دابا نشوفو بروسيدور الثانيه دونك هضرنا على الثالثه بلوتو هضرنا على البروسيدور الاولى اللي هي لابيل دوفر انا سبقت لكم الكونكور صراحه حين ذكرت الاركيتيكت ولكن راه الاولى والبازيك هي لابيل دوفر دونك لابيل دوفر شفنا لو كونكور يعني الاركيتيكت كي دونك لابيل دوفر هضرنا عليه لو كونكور هضرنا عليه دونك لابيل دوفر هو اللي كنختاروا به جميع المتدخلين بريسك داكوغ بيرو ديتود بغيت تختار بيرو دو كونترول لابوراتوار لونتربريز غالبا سي لابيل دوفر اما تيكون كما قلنا اوفير يعني مفتوح للعموم اولا كيكون ريستران يعني لواحد العدد معين ديال الشركات اللي كتكون اللي كيكون متر دوفراج ديجا كونسلتي اولا افيك بري سيليكسيون كيجيو الناس يدفعوا ولكن كنديروا لهم سيليكسيون دونك هادو هما لي تيب دابيل دوفر دابا غنشوفو مارشي نيغوسي شكون اللي عنده شي فكره على شنو هو ان مارشي نيغوسي دونك هادو حالات خاصه هاد جوج لي بروسيدور الثانيين الاخرانيين حالات خاصه ماشي هما الاصل مارشي نيغوسي و بريستاسيون سور بون كوموند هادو حالات خاصه مارشي نيغوسي كيتفاوض فيه المتر دوفراج مع شي شركه معينه أو لجوج شركات معينين كرام كتقول فاش كتكون شي obligation سافي دير كوا obligation سافي دير كوا obligation مارشي نيغوسيي إمتى كنلجؤو لهاد لو تيب مارشي شنو عنيتي اكرام اوبليغاسيون الاخرين عندكم شي فكره على لي مارشي نيغوسي اون كا دو اورجانس في الحاله ديال لورجانس اوكي هادي حاله من الحالات ازيرتي كيقول اون انتربريز معروفه كنخدموا معاها ديما بحال لي كازير ميليتير فوالا فوالا هذا حتى هي حاله لي مارشي نيغوسي فيهم بزاف الحالات عندنا شي 8 د لي تقريبا اللي كنلجؤوا لهاد المارشي نيغوسي ما كنمشيوش ليه زعما غير هكا رشقات الميتر دوفر غيقول غادي ندوز هادي مارشي نيغوسي لا كيكون عنده جيستيفيكاسيون بيان سور يعني السبب اللي خلاه يدوز لهذا المارشي نيغوسي وميمه كتقول لو ميتر دوفراج ديسكوتي لي موداليتي دو مارشي افيك ان او دو كونديسيون دو سون شوا هذا التعريف ديالو وي هذا التعريف ديال سكو ان مارشي نيغوسي مارشي نيغوسي هو سي لو مارشي اللي كي نيغوسي فيه لو ميتر دوفراج افيك ان ولا دو كونكورون ولكن انا قلت لكم عطوني الحاله دي زيكزامبل كونكري باش تفهموا دابا ما تعطونيش التعاريف وهكا الفلو اللي ديال لي كور عطوني شنو اللي مفهوم شنو فهمتوا في ارض الواقع شنو هي مارشي نيغوسي امتى غيدوز المتر دوفراج غيلونسي شي مشروع بمارشي نيغوسي دونك ديجا الاخرين هذكروا شي حاجات اكرام كتقول باغ اكزامبل لي كونديسيون اللي كنعمروا منهم دابا باش نصاوبوا لي هاوت ما غاديش نديروا ابل دوف باش ما نطا لو طون داكوغ دونك فاش ما تيكونش الوقت هادي وي فاش كتكون راه ديجا دكالت لورجونس يعني كالورجونس يعني شي بروجي مزروب بزاف
واللي ما عندناش الوقت باش ندوزو في لي بروسيدور دابيل دوفر، لان البروسيدور العاديه ديال دابيل دوفر كتاخذ الوقت، تاخذ الوقت بزاف. دونك هنايا كندوزو لمارشي نيغوسي. كاين حالات وحدين اخرين، واحد فيكم قال لي لي كازيرن ميليتير وداكشي حتى هي حاله من الحالات. وي مثلا القصور الملكيه كاع داكشي اللي كيمس الامن ديال البلاد وملكة البلاد، فهذه ضروري مارشي نيغوسي، يعني ما تنديروهمش للعموم، ما تتكونش ابيل دوفر. كيقول لك فاطمه قالت لي اوسي اون كا دو فورس ماجور، ديما تنهضروا على لورجونس بوند كوموند لي ديباس با 100,000. خديجه خلينا البوند كوموند هي الاخرى، باقي دابا لا في مارشي نيغوسي، خلينا تنساليو من marché négocié. Donc, on m'a dit que les prestations supplémentaires à confier. On m'a dit que les secrets. Voilà. Donc, on a dit que les qui m'a dit que l'imam qui m'a dit que l'imam de la blad ou l'autre de la malik de la blad داكشي العسكري، حتى كانت العسكريه ميم دوك المؤسسات لي كريتيك لي البلان ديالهم ماشي اي واحد خصو يشوفو. Les objets dans la fabrication est exclu. Voilà, Omar. Donc, Omar Tigouli, les objets dans la fabrication est exclusivement réservé à des porteurs de brevets d'invention. Hadi Kassani. Hadi Kassani, fache que tu comptes chez Sharika, elle a chez Hak, chez Haja, chez Yilichtaratha. Matalan, Matalan, chez Hadi, il a dit des plafonds, Matalan, spécial en bois ou les chez Haja. Il a dit, voilà, à l'extérieur, à Hadi Haja. Donc, il a même Hak, je me suis chez Sharika, Kraman Rera. هادي حتى هي كتكون مارشي نيغوسي، كنمشيو عندها ديريكتومون وكننيغوسيو معاها لي موداليتي ديال المارشي ديالنا، يعني كننيغوسيو معاها لا دوغي المده الزمنيه والثمن، يعني كيتفاوض المتر دوفراج معاها على الثمن اللي غتخدم به المشروع والمده الزمنيه. براءه الاختراع ساسا عمر. فوالا تري بيان. وكاين حاله واحده اخرى، كاين حاله واحده اخرى هي فاش كنكونوا درنا ان ابيل دوفر ولابيل دوفر طلع انفركتور. اش كيعني انفركتور؟ حتى شي واحد ما شارك لينا في داك لابيل دوفر. دونك درنا لابيل دوفر حتى شي حد ما جا شارك لينا فيه، درناه لونسينا اون دوزيام فوا حتى شي حد ما جا شارك لينا فيه. دونك في هذه الحاله عندنا الحق ندوزو لمارشي نيغوسي. دونك هذه حتى هي حاله من الحالات فاش كيكون لابيل دوفر انفركتور. داكوغ، دونك هادو هما الحالات فاش كندوزو في لي مارشي نيغوسي. اخر بروسيدور اللي هي بريستاسيون سور بوند كوموند. بوند كوموند كاينين اللي قالوا مارشي ما كيديباسيش 100,000، هي مارشي ما كيديباسيش 200,000، 20 مليون مغربيه تقريبا. المارشيات اللي ما فايتينش 20 مليون هنا كيدوزو غير بريستاسيون سور بوند كوموند. داكوغ، كاينين 8 سيسا عمر 8، شحال ذكرنا؟ نسينا شي حاجه؟ يلا الا نسينا شي حاجه، الا نسيت شي حاجه فكروني. دونك ما كاينين 8 ديال الحاله ديال لي مارشي نيغوسي، عندنا 8 ديال الحالات. انزيرتي اش كيقول ولات 30 مدام جو بونس. هنا في لو ديكري كاين واحد لاباج اللي فيها لي كان، انا نحلها دابا نشوفها معكم اون ديريكت. انا عندي لو ديكري تحت من يدي هنا تيعطينا، شوف واش من باج فين كاين هاد كتهضر ازيرتي على لي بوند كوموند ولا على المارشي نيغوسي؟
D'accord, que c'est un bon de commande. Ou la 30 millions d'abord. L'équina fait le canon d'abord, Mishrin, il a ou la 30. Je suis allé au Malé. Je me dis, je dis dans, dernièrement. Donc, il s'est un appel d'offres déclaré infructueux. Il n'a pas aucune offre n'a été présentée. أو لا لوفر فينانسي مثلا كانت طالعه بزاف كلهم عطاونا دي زوفر طالعين بزاف بارابور ليستيماسيون اللي حنا درنا التهاري في هذه الحاله كيتلونسا لابيل دوفر انفريكتور. وهنا كما قلت لكم الا كان انفريكتور فكنلونسي اون دوزيام فوا حتى لا دوزيام فوا حتى هي كيكون انفريكتور عاد كيكون عندنا الحق ندوزو لي مارشي نيغوسي سا مارش. دونك هادو هما لي بروسيدور de passation des marchés. Il y a une procédure appel d'offres, tenir le concours, tel ça, marché négocié ou rabat, prestation sur bande de commande. Donc, il y a deux les procédures, les 15 000 euros, le marché. Donc, chaque et aïe l'appel d'offres, où il y a un retard au béha, aglab le moutadakhilin, qui m'a dit le concours. Le concours, c'est pour les architectes surtout, le marché. Ou il y a un chéchi, maintenant, j'ai un chéchi, les. سبيسيال وبغيناش ننافسوا الناس في الفلوس وهنا كيقدر يدا كونكور ولكن في المغرب غالبا لي كونكور سي لي زاركتيكت سا مارش. دونك هادو هما لي بروسيدور. دونك هادي الحاجه الاولى اللي بغيتكم تفهموا بور لي مارشي بوبليك هي كومون كي لي بروسيدور دو باساسيون دو لي مارشي كيفاش كيدوزو لي مارشي كيفاش كنختاروا هذوك المتدخلين اللي هضرت لكم عليهم في الفيديو الاخراني كاملين كيفاش كيتختاروا لو دوسي دابيل دوفر راه هضرت عليه ديجا في لي فاز ديال الدراسه لي فاز ديتود مراحل الدراسه كيتوجد في المرحله ديال الدي سي او اش كيقول لي عمر كونكور تو سي بور لي بي او تي لا لي بيرو ديتود سي ابل دوفر Non, Omar, c'est les BET, c'est les appels d'offres. C'est technique, c'est tout ce qui est possible. Mais la note, c'est qu'il faut qu'il y ait un appel d'offres, mais qu'il y ait un appel d'offres le moins de 10 ans. L'appel d'offres, il y a une note technico-financière. Il y a une note technique, les deux. D'accord? Donc, il y a une note سؤال ديال عمر عندكم اسئله اخرين ولا سي بون بالنسبه لي بروسيدور دونك هادو هما اربعه لي بروسيدور كما قلت لكم خصكم تمشيو تقراو هذوك لي ثلاث دوكيومون اللي هضرت عليهم لو ديكري ديال لي مارشي بوبليك راه ليديسيون 2013 ديروها في جوجل غادي تخرج لكم سي سي ا جي كي دي كلوز ادمنستراتيف جينيرال كاينين جوج فيه كاين تي ديال لي طراو كاين ايمو ديال ليتود اي ميتريز دوفر يعني الا كان اونتربريز الا كان لابيل دوفر باش نختارو لونتربريز فغنعتمدو على سي سي ا جي تي طراو و الا كان لي بيرو ديال لي بيرو ديتود توبوغراف داكشي فغنعتمدو على سي سي ا جي ايمو داكور. دونك لي تيب مارشي نشوفوهم دابا ولا حتى من بعد نديروهم في مره اخرى ان شاء الله عييتو بارك عليكم. دونك لي تيب مارشي هنا المارشيات فيهم انواع دونك هادو دابا الله هضرت لكم على الانواع ديالهم على حسب واش طرافو ولا فورنيتور ولا سيرفيس هضرنا على البروسيدور كيفاش كيدوزو مي المارشيات بحد ذاتهم راه فيهم انواع داكور. ماذا عمر سي قلت بالنسبه لوبيسي وي مال لوبيسي عمر
او بي سي قلنا هو لوردونونسمون بيلوطاج اي كورديناسيون. هاد لو بي سي هادي راه سي تون ميسيون. اش كتعني هاد لا ميسيون؟ هو التنسيق ما بين جميع المتدخلين. الا كان بروجي صغير ما كيتحتش كاع هاد لا ميسيون، ما تيتهضرش عليها. علاش؟ كيديرها المتر دوفراج اوتوماتيكمون، يعني هو اللي غيعيط للبيرو ديتود عافاكم وجدوا لي البلانات، ولا غيعيط للاركيتيكت، ولا غيدير الاجتماعات ويترأسهم. دونك ما تتهضرش عليها في بروجيات الصغار غالبا. امتى تنهضروا على لو بي سي؟ في المشاريع الكبرى. علاش؟ حيت كيكونوا متدخلين كثار، وكتكون الاعمال ديالهم فريمون متداخله بواحد الشكل. انا نعطيكم ان اكزامبل، مثلا الناس ستركتور الا ما داروش اجتماعات مع الناس ديال الكليماتيزاسيون في بروجي كبير، فغيوقع مشكل كبير في لا كونسيبسيون. علاش؟ كتعرفوا لي غاند لا كلي، مازال الالكتريسيتي ما نهضرش عليها، حيت الكابلات ديال الالكتريسيتي صغار، واخا الا حفرنا ماشي مشكل، ولكن الكليماتيزاسيون مثلا بروجي ديال اوتيل، لي غاند الكلي واش عمركم شفتوهم؟ سي دي غاند كبار. دونك الا ماشي من الاول درنا اجتماعات ونسقنا ما بين الناس مثلا اللي كيديروا لا كليم والناس اللي كيديروا ستركتور، هنا غيوقع لينا مشكله في الشونتي. غادي يجيو الناس بناو، طلعوا لي بوتر، طلعوا لي بوطو لي دار، وغيجيو الناس لا كليم بغا يدوزو. اش غيديروا؟ غيبداو يحفروا لك في لي فوا، بداو يتقبوا لك داكشي بواحد العشوائيه، بداو يقيسوا لك في لي بوتر في لي بوطو. يعني هنا كاين دي دونجي. سي بور سا هنا خص ان كورديناتور من ديبار، من لا فاز ديتود حتى لا فاز ديكزيكسيون. هذاك لو كورديناتور هو اللي كينسق، كيجي كيقول ليه بلاتي انت عطيني عافاك في لافاز ديتود، بعدا عطيني البلانات ديالك انت انت انت، كيحطوهم كاملين. واش كاين شي مشكل؟ واش انت ما غاتقيش هذا؟ واش انت ما يشكلكش هذا؟ مثلا لي غين وداكشي ديال الكتريسيتي، خص الناس يخليو ليهم لي ريزيرفاسيون من الديبار، من المرحله ديال ليتود. فوالا هذاك لي غين سي سي سورس دو بروبليم بزاف في الشونتي. علاش سورس دو بروبليم اغربوب؟ حيت ما تداروش في ليتود مزيانين، ما تدارش لا كورديناسيون جوستومون. داك لو بي سي راه هنا فين مهم بزاف. هذيك لا ميسيون انا كنعتبرها هي اهم ميسيون. واش شاف دوركستر؟ بحال قلتي شي فريق موسيقي ما عندوش شاف دوركستر، ولا كيلغي بلغاه. دونك هذاك اللي غينسق بيناتهم مهم جدا. دونك مثلا هذا المشكل اللي كاين الا تخيطه في المرحله الاولانيه ديال الدراسه، ما تيكونش مشكل في الشونتي. شنو قال الغربو؟ كل واحد كيدير لي فراسو. سي صح. علاش؟ حيت هنا ماشي كل واحد عمر، هنا لو بروبليم سي ما داروش اجتماعات قبل، وما دارش تنسق ما بين الناس، حيت كل واحد خدام بوحديتو. وهو راه ما يمكنش نخدمو كل واحد بوحديتنا، حيت خدامين في نفس المشروع. كلنا خصنا نتجمعو نديرو اجتماعات تكون مكثفه في مرحله الدراسه. انا صراحه المشاريع اللي خدمت والدراسه ديالهم تخدمت بواحد الدقه، لو شونتي كيمشي بسلاسه، ما كيكونش فيه مشكل، حيت كتلقى لي ريزيرفاسيون مقادين درتيهم في ليتود. انت مثلا كالكوليتي الحديد ديالك ديال لي بوتر، انت خليتي لا ريزيرفاسيون فين غيدوزو الناس، حيت فاش كديرها في الكالكول كتاخذها اون كونط. يعني من الديبار حتى الحداد كتولي فين هيقسم الحديد، كتخليها مقاده. دونك تيجي كيلقى لا ريزيرفاسيون فين غيدوز، كيلقى الحفره فين غيدوز هو لي غان ديالو، ما عندوش مشكل. مي فاش انت ما كتعرفش فين مدوز هويا، راه كتعطي داك الشيء ديالك مسدود. دونك هما كيبنيوه مسدود، فاش كيجي الاخر بغى يدوز ما كيلقى فين يدوز، كيبدا يحفر. فاش كيحفر كيقيس لك مثلا بعض المرات لي زاماتور برينسيبال، الحديد اللي ما خصوش يتقاس. دونك في هذيك الحاله راه تيوقع مشاكل في الشونتي، مشاكل كبار. دونك لذلك هنا لا ميسيون دو لو بي سي راه شي حاجه كبيره. دونك تيقول لي عمر كل واحد كي وي ياسر، واش بصح تقاد تبدل لا كونسيبسيون كامله؟ وي ياسر وي، هذيك سورتو لي كان سورتو البروجيات الكبار ضو منهم البال بزاف. فاش كيكون بروجي كبير ضروري قبل ما نحط يدي. انا كنقول دائما الناس ستركتور كيكونوا مؤهلين باش يفهموا لي دومين الاخرين اسهل. دونك تنظن انهم قادرين يبيلوطيو الناس الاخرين كثر. دونك مثلا انت كنتي في ستركتور، انت اللي كتصاوب البلانات الحديد، فان فوا بديتي غتمشي عند السيد اللي خدام في لاكليم، غتمشي عند السيد اللي دار الكتريسيتي، وغتمشي عند الناس بلومبغي، غتقول لهم عافاك عطوني البلانات ديالكم. تيصوبو تما بلانات كيكونوا محطوطين على لي بلون ارشي، كيبينوا فين غيدوزو. انت غتشد داك البلانات ديالهم غتحطهم على البلون ديالك اللي درتي، وغادي تشوف الا دايزالك شي حاجه ماشي بودخ، الا دايزالك شي حاجه ماشي فوال، تما غادي تمشي دير اجتماع معاهم. عندهم فين يدوزوها ماشي بلاصه اخرى مزيان، ما عندهمش انت خصك دير لا ريزيرفاسيون من الديبار ديالك باش البروجي ما تيكونش فيه حس الحفير من بعد.
وهذه هي هذا هو الدور ديال الكورديناسيون. دونك الا كان بروجي كبير راه المتر دوفراج كيجيب الكورديناتور كيكون شي مؤسسه اما خارجيه. كاينين دابا راه الا قلبتوا في جوجل غتلقاو دي بيغو مكلفين بهذا لو بي سي كيديروا غير لو بي سي اي لو دونسمون بيلوطاج مثلا فاش تدفعوا ان شاء الله لخدامكم ولا الناس اللي ديجا خدامين غيعرفوا هذا الشيء كيكون ميسيون ديالو هي لو بي سي. دونك هذا هو اللي كيكوردوني بين هادشي. دونك فاش كيكون هو كيهضر على هاد لاكان هو كيهضر على هاد المشاكل كاملين لان عنده الخبره كافيه باش ينسق عارف هاد المشاكل مدوز المارشيات والبروجيات وعارف المشاكل ديالو دونك كيتريتي هادشي في المراحل الاولى ديالو. مي البروجيات الصغار مالوغوزمون الميتر دوفراج ما تيديرش كورديناتور نورمالمون هو اللي خصو يدير هذيك لا ميسيون. بعض المرات كتلقى حتى هو ما دايرهاش كوم يلفو اولا ما عندوش الخبره لانه باش دير هاد الكورديناسيون خصك تكون فاهم تكون عارف البلان ديال البلومبري تقراه تكون عارف تقرا البلان ديال الكتريسيتي تكون عارف تقرا البلان ديال البلومبري وتعرف تقرا البلان ستركتور بلان ديال الاركيتكت يعني خصك تكون فاهم في لي دومين كاملين. الا كان ما فاهمش مزيان فهو كيخلي الروينه جوستمون كل كيلغي بلغاه. تيقول لي عمر مدام حنا مازال ما كنخدموش بيم مدام كاين دابا لوجيسيال كيجمع كاع لي بلان وي كاين روفيت دونك هذا روفيت واحد لوجيسيال اللي انا كنصحكم تمشيو تعلموا ليه هو اللي غيكون مستقبل ديالي بيغو ديتود. انا ديجا كنت هضرت مع واحد السيد في البيغو ديتود وقال لي زعما بيانتو هو اللي غيبقى. هذا سي تان لوجيسيال اللي جوستمون هذا هو الهدف منه كيجمع جميع ليلو يعني مثلا لاركيتكت غيخدم فيه انت غتجي بيرو ديتود ستركتور انت غدير فيه البلانات تاع الكفراج والفرايات بلانات الحديد ديالك تما غديرهم غيجي مول الكتريسيتي غيدير تما لي شيمون ديالو يونيفيلر وغيحط لك فين غيدوز لك لي كابل ديالو غيجي مول بلومبري سانيتير غيبين لك لي غان وغيبين لك القواد سو داكشي فين دايز وغيجي مول لا كليمي الا كانت الكليماتيزاسيون. انا كنشدد على الكليماتيزاسيون هي اللي كدير مشكل علاش لي غان ديالها كبار لاكين ديال الكبار فيهم مشاكل مازال الاخرين كلهم تتلقى معاهم السلاكه لاكين ديال لاكليم فيهم مشكل. دونك فاش يكون عندي بروجي فيه لاكليم نرد البال مزيان وغالبا العلو ما تيكونش عند الاركيتكت حيت مازال كون كان العلو غندوزوها تحت من كلشي ومتهنا ولكن العلو ما تيكونش كيخصك يعني خصك تقب لي بوتر دوز من ديزان اللي فيهم مشكل. وي لوجيسيال اللي كيجمع هادشي هو روفيت سيرو تعلموا ليه كيساسوا الناس اللي خدامين لي تكنيسيان اللي خدامين اولا لي زيتوديون اللي مازال تتقراو راه غادي تلقاو الناس في لي بيغو كيسولوا على روفيت ضروري يكون عندكم في السي في. هذا دابا راه كاينين دي فيديو زوينين انا شفتهم الصباح صراحه كنت كنقلب عليه نيت يعني ان شاء الله غندير لكم فيديو على لي لوجيسيال ان شاء الله باذن الله غادي نشرح لكم لي لوجيسيال اللي ضروري تعلم لهم الانسان في لو ميتي وكل متدخل دوك المتدخلين اللي وريتكم شنو هما لي لوجيسيال اللي كيخدم بهم ولاكتواليتي سورتو ديال لي شوز دونك باش ما نبقاوش حنا باقي اللور باقيين في لوتوكاد الناس راه تيزيدوا للقدام دونك حتى حنا خصنا نزيدوا للقدام باش البروجيات ان شاء الله ديالنا يرقاو للفوق. روفيت بي فوالا عمر بي سي سا روفيت ندير روفيت راه فيه من الاركيتكت حتى الاخر حتى لا كونسيبسيون كلشي خدام في نفس اللوجيسيال. سي ان لوجيسيال بيم حتى هو سي ان لوجيسيال بيم سا مارش. دونك تنظن ان لي سيب مارشي ما غانشوفهمش دابا طولنا اللايف دونك نقدر اما نعاود ندير ان لايف عليهم خاص اولا نديرهم لكم فيديو ان شاء الله. ما عرفتش واش استفدتوا شي شويه في هذا الفيديو هذا اللايف. D'accord, merci. Un plaisir. Donc, في التعاليق ديال الفيديو تخليو لي التساؤلات ديالكم خليو لي ان شاء الله. انا في هاد البيريود كونفينمون صراحه اللي خلاني نفكر ندير هاد لاشين سي كو تنقلب في اليوتيوب كنلقى تو سكي اون عرب كاع داكشي اللي بالعربيه غير تخربيق بصراحه. يعني الا بغينا المعلومات الصحيحه فهي كاينه بالفرنسي ولا لونغلي. وانا كنعرف بان لو نيفو ديالنا في المغرب في الفرنسيه وفي لونغلي فريمون ضعيف باش نقدروا نتبعوا مع هذوك لي فيديو. سي بور سا قلت غادي نحاول ندير اون شين اللي هي تكون معربه الدارجه ديالنا المغربيه باش يستافدوا منها ولاد بلادنا ان شاء الله.
ودرتها في اليوتيوب باش تكون عامة شاملة، يعني يستفد منها العموم كاع لي تكنيسيون لي زيتوديون، الله يجعله علم نافع ان شاء الله. دونك تنظن غادي نساليو اللايف، الا ما عندكم شي تساؤلات سي بون. سامحش، دونك نخليكم في امان الله وحفظه. نتمنى نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. كما قلت لكم لاحتاجيتو شي حاجه خليو لي في التعليقات اي تساؤلات، لان هنا الناس ماشي غير كاينين بيان سور اللي كنعرفهم، كاينين الدراري اللي كنعرفهم، وكاينين الناس اللي ما تنعرفهمش وداخلين. دونك اللي ما تنعرفوش خليو لي الاسئله ديالكم نجاوبكم باذن الله. دونك انا الحمد لله دابا عندنا شويه ديال الوقت في هذا الكونفينمون، دونك مسخره الوقت ديالي لكم ان شاء الله، الله يجعله علم نافع لينا ولكم. يلا خليكم على خير، السلام عليكم.